تاني ومعانا فقرة فنية مميزة جدا. العيد يعني الفن، العيد يعني الأغاني، العيد يعني الطرب، العيد يعني نسمع كده أغاني وكلمات جميلة جدا. علشان كده يسعدنا يكون معانا النهاردة العازف كريم عزب، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. ويسعدنا يكون معانا الفنان المغني يوسف الليسي، أهلا بيك. أهلا يا يوسف بحضرتك. هتسمعونا إيه ونبدأ يومنا بإيه؟ يا ليلة العيد. تمام. طيبين. هبدأ بيك يا أستاذ كريم. عايز أعرف الفن في مصر يعني منذ قديم الأزل، لكن الفن عندنا مرتبط أكتر بالمناسبات وبالأعياد، وخصوصا أن الأعياد بتبقى فيها جواز وخطوبات ومناسبات كتيرة جدا بنحوشها طول السنة عشان نعملها في الأعياد. كمان الحفلات الفنية بتبقى أكتر في الأعياد. في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها واللي العالم كله بيمر بيها وهي ظروف جائحة كورونا، حاسس ان في مشكلة في تلقي الفن ولا زي ما احنا؟ طبعا الموضوع ما بقاش زي الاول، تمام، لانه الظروف اللي احنا فيها حاليا بتصعب علينا الامر في حضور الحفلات والى اخره. فبس خلينا نقول برضو ان احنا بنكون حريصين على قد ما نقدر ان احنا لما نحضر الحفلات دي نتوخى الحذر من ان احنا بنبقى واخدين كل الوسائل اللي هي تخلينا الاجراءات الاحترازيه، الالتزام بالكمامه، الالتزام بالكحول، التباعد الاجتماعي. بس صعب في فرح او في حفله ان انا اقدر افصل الناس عن بعض او ان انا ابعدهم عن بعض، وخصوصا في الافراح بيكون الحماس بتاع الفرحه واخد اهل العريس واهل العروسه، بيكون في تكتل كبير جدا جدا. طبعا بالظبط كده، وتحديدا في الافراح، لان خليني اتفق مع حضرتك برضو ان الافراح بتبقى يعني هي حاجه بتقرب الناس قوي قوي من بعض، لان هو بيبقى مناسبه تخص عيله او ايا كان يعني، تمام. فده بيخلي الدنيا يبقى فيه شويه نوع من التقارب اكتر، لانها مناسبه عائليه تعتبر يعني. بس عكس زمان يعني. تمام. طيب ارجع ليوسف. يوسف بتغني من امتى؟ انا بغني من عمر 5 سنين. من 5 سنين. بتميل في الغنى للشعبي ولا للاغاني القديمه الحلوه؟ الاغاني القديمه انا اتربيت عليها. الموسيقى العربيه؟ الموسيقى العربيه اتربيت عليها من صغري واشتغلت على نفسي، وقابلني بقى انتقادات كتير وقابلني مشاكل كتير، منهم اقرب الناس ليا، بس فحسيت ان هم ولا فارقين اي شيء معايا، فاتجهت للموضوع، تخطيت كل الحواجز السلبيه اللي في حياتي،
جالي حفلات، بدأت أنزل أشتغل، جالي شغل في مرة، في يعني أنا بطلت فترة ورجعت تاني أشتغل. فجالي شغل في حفلة وأديت فيها تمام، فده كان نوع من الحافز ليا أن أرجع وأشتغل تاني. بس فبدأت بقى في واحد صاحبي عازف عود اسمه مصطفى لطفي، قال لي في فرقة عبد الوهاب للموسيقى العربية عندنا في الزقازيق وكده. بس فاقترح عليا الموضوع ودخلت الفرقة وبقيت عضو من فرقة عبد الوهاب بالفرقة الموسيقية. تمام. الحقيقة في الفقرات الفنية أنا مش بحب أتكلم كتير ومش بحب أسأل ضيوفي كتير، أنا بحب أسمع أكتر، وخصوصا لو كان العزف على آلة العود وهسمع أغاني قديمة فأكيد ده هيكون أفضل بكتير من إن إحنا نسأل. هتسمعني إيه؟ ممكن نسمع نسم علينا الهوى. جميلة جميلة يا كريم. يوسف عايزك بقى تسمعني حاجة بنفس الإحساس، يعني مش عايزة تنقل نقلة كبيرة. أنا هنقول أنساك. تمام. أم كلثوم. أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أهو ده اللي مش ممكن أبدا ولا أفكر فيه أبدا أبدا، ده مستحيل قلبي يميل، ده مستحيل قلبي يميل، ويحب يوم غيرك أبدا أبدا، أهو ده اللي مش ممكن أبدا، كلك معايا أجمل حكاية في العمر كله، كلك معايا أجمل حكاية في العمر كله، سنين بحلها ما فات جمالها على حب قبله، سنين ومرت زي الثواني في حبك، وإن كنت أقدر أحب تاني أحبك أنت، كل العواطف الحلوة بينا
كانت معانا معانا حتى في خصامنا كل العواطف الحلوة بينا كانت معانا حتى في خصامنا وازاي تقول انساك وتحول وازاي تقول انساك وتحول وانا حبي لك اكتر من الاول اكتر من الاول. الله الله صوتك جميل يا يوسف. ارجع تاني ليك يا استاذ كريم، بتعزف بقالك قد ايه؟ يعني تقريبا حوالي 14 سنه كده. 14 سنه. من اول ما بدات تعزف اخترت اله العود ولا اخترت اله تانية وتغيرت للعود؟ والله هو من صغري من ابتدائي تقريبا وانا كنت بعزف بيانو. بيانو؟ اه. وجيت بعديها بسنتين ثلاثه كده بدأت أتحرك نحو الجيتار يعني. حبيته وتعلمت الجيتار ومشيت فيه شوية وبعدين انتهى بي الطريق للعود يعني. استهواني أكتر يعني. استهواك أكتر. آه. البيانو بعيد تماما عن الآلات الوترية طبعا، فإن انت تنقل من ده مش لحاجة تانية بنفس الريتم وبنفس التون، ده ما كانش صعب أو هو مفيش اختلاف ما بين الآلات كبير إلا بس في حالة واحدة، في حاجة واحدة بس، اسلوب العزف. آه. إنما هم كلهم متفقين مع بعض. لأن خلينا نقول نقطة، الموسيقى هي اللغة الوحيدة المتفق عليها عالميا يعني. لو رحنا الهند تمام، نفس النوتة هي بيعرفوا يقروها زي ما احنا بنقراها. في لندن، في أمريكا، في أي مكان في العالم. فالآلات الموسيقية كلها أشبه لبعض، بس اللي بيختلف بس تكنيك العزف مش أكتر من كده. طب أنا لو اتكلمنا عن الآلات الوترية تحديدا، الجيتار، العود، الكمانجا، أصعبهم؟ الكمانجا. كل ما صغر حجم الآلة كل ما زاد صعوبتها. عشان حركة عشان الإيد. أبعادها صغرت، المكان اللي بتعزفي فيه صغير. فبتبتدي تضيقي صوابعك. وحركة صوابعك في مكان معين، في بعد معين. فهو ده اللي بيخلي الكمانجة يعني صعبة. تمام. طيب هتسمعني ايه بقى؟ ممكن نسمع مثلا الحلوة دي لسيد درويش. طبعا، وبعدين هي ماشية اصلا مع القناة عندنا عشان احنا قناة زراعية. يلا. تمام.
أرجع لك يا يوسف، درست بعيد عن الفن ولا درست فن؟ أنا درست مقامات على من يد الدكتور طه عبد الوهاب أستاذي الكبير طبعا. لا أنا مش بتكلم على الفن كفن، دراستك أنت الفعلية درست إيه؟ دراستي أنا في أزهر، تمام، كلية لغة عربية تاريخ وحضارة. بعيد يعني بعيدة تماما عن الفن؟ بعيدة تماما عشان دي كانت وصية والدي الله يرحمه. الله يرحمه، تمام. بعد كده درست فن لما خلصت الجامعة؟ مع الجامعة درست مقامات؟ تمام، مع الجامعة. أنا من صغري وأنا في مجال الغناء، أنا حابب المجال من وأنا في سن الخمس سنين، تمام، ففضلت مركز على المجال دوت. وأكيد ساعدك فيه دراسة الأزهر وقراءة القرآن، فخلت اللغة العربية صحيحة. طبعا. تمام. طيب هتسمعني إيه بقى؟ نقول لها يا لينا. ليالينا ليالينا وتاهت بينا ليالينا 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 وتاهت بينا ليالينا وتاهت بينا تاهت ليالينا ليالينا وقلنا نرسي نرسي على مينا وتاهت بينا تاهت ليالينا ليالينا وقلنا نرسي نرسي على مينا مشينا وقادينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا مشينا وقادينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا وتاري الدنيا غدارة غدارة بتغدر كل يوم بينا غدارة وتاري الدنيا غدارة غدارة بتغدر كل يوم بينا غدارة والله جيت علينا دنيا جيت علينا علينا الدنيا وجيت كتير على ناس قبلينا. الله الله استاذ كريم، بالبلدي كده الفن ما عادش بياكل عيش، لا عزف ولا غنى ولا اي حاجه خاصه بالفن بتاكل عيش، وخصوصا مع انتشار السوشيال ميديا وبعض البرامج زي التيك توك وتركيب الصوت على الغني، يعني بشكل عام ما عادش بياكل عيش، ناس ملهاش في الفن خالص وتحس ان هي ترند ومسمعه، والشباب الجديد ما يعرفش الفن من اللي مش فن، ما يعرفش العزف من الغنى، ما يعرفوش اي حاجه. انت لامس ده على ارض الواقع ولا ده مجرد كلام لينا؟ لا دي حقيقة فعلا، لأن أنا يعني واجهت صعوبات في الموضوع ده. حتى الحفلات أو الناس اللي هم بيقدموا فن بجد ما بقوش ينزلوا على الساحة كتير دلوقتي، تمام. وأقربهم حد يعني كنت لسه بتواصل معاه امبارح، تمام، من الناس المعروفين جدا ودايما بينزلوا يعملوا حفلات وإلى آخره، تمام، وحاليا تقريبا قاعد بس
يعني بيشتغل مزيكا في البيت، بيلعب مزيكا في البيت لنفسه وبيذاكر وبيحضر حاجات وإلى آخره، إلى أن الحال يتغير. أنت فاهمة؟ بس هو بقى في فجوة بين الفن الأصلي بآلاته بنوته بكل حاجة والمستمع وطلباته ومتطلباته، في فجوة في النص، لا ده نافع يجي لده ولا ده يجي لده، صح كده؟ بالظبط، مظبوط. الحقيقة أنا مش عارفة أقول إيه، بس الموضوع شيق جدا والفن ملوش نهاية. أنا هشكركم وهشكر ضيوفي وهسيبكم تكملوا، تمام؟ مشاهدينا في نهاية لقائي بشكركم جدا جدا على حسن المتابعة، وكل سنة وانتم طيبين، وهسيبكم مع ضيوفي العازف كريم عزب، بشكرك جدا يا كريم، وبشكر ضيفي المغني يوسف الليسي، بشكرك جدا يا يوسف. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، وكل سنة وانتم طيبين. ليلة العيد أنستينا، ليلة العيد أنستينا، وجددت الأمان لينا. يا ليلة العيد، يا ليلة العيد أنستينا، ليلة العيد أنستينا، وجددت الأمل لينا. يا ليلة العيد، هلالك هلل علينا، فرحنا بمغنينا، هلالك هلل علينا، فرحنا بمغنينا. يا ليلة العيد أنستينا، يا ليلة العيد أنستينا، وجددت الأمل لينا.